بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الثالثة طب أسيوط، أهلا بكم في واحدة من محاضرات الهيماتولوجي. المحاضرة رقم 24، الريفرنس بتاعها في أوكسفورد كلينيكال ميديسن صفحة 360-362. عنوان محاضرتنا النهاردة الليمفوماز، معكم أستاذ الدكتور أسامة أحمد إبراهيم، أستاذ أمراض البطنة وأمراض الدم بكلية طب جامعة أسيوط. عارفين إن الهيماتولوجي يمكن البرانش الوحيد في الميديكال برانشز اللي هو بيتعامل مع البناين أند malignant conditions. دي واحدة من malignant conditions اللي احنا بنشوفها بنتعامل معاها بتصادفنا كتير في حياتنا العملية. بيجي البيشنت جايب بعض المانيفستيشنز، اهمها وجود enlargement of lymph nodes groups سواء كان cervical axillary mediastinal inguinal، بيبقى أكتر من جروب بيعدوا سايزز مختلفة مع وجود بعض المستشفيات اللي هنتعرف عليها أثناء المحاضرة. بتروسيد في الانفستيجيشنز الوصول للدايجنوزيس، وهنشوف ازاي احنا بنشخص وازاي بنعالج حالات الليمفوماز. الاي لوز بتاعت المحاضرة ان احنا على نهايتها ان شاء الله هنقدر نعرف هولجكنز ونون هولجكنز، ونعرف الاثيولوجي بتاعها، ونعرف الكلينيكال مانيفستيشنز والبرنسبلز بتاعت التريتمنت، وكمان في جزء في الديفرنشال دايجنوز بتاع الليمف ادينوماسي. الليمفاتيك سيستم ده network of glands and vessels which manufacture and circulate lymph throughout the body. The lymph is a clear water fluid and contains lymphocytes سواء B أو T lymphocytes. الايم بتاعه ان هو ال fight infection او اللي هو ال defense mechanism عن البطن. في المحطات الفلتريشن في النتورك الموجوده اللي هي الليمف نودز ريسبونسبل فور المانفاكتشر ستورج للانفكشن فايتنج سيلز اللي هي البي والتي لينفوسايتس، وفي حاجه كمان اسمها الناتشرال كيلنج سيلز. Includes the groups of pin-shaped organs found in the neck, extended intestinal and pelvis and groin, may swell and become tender when the body is fighting infection. Other parts of the lymphatic system include the spleen, sinus, and tonsils. Lymphocytes type white blood cells in the vertebrate immune system play an important and integral role in the process of infection defense mechanism. There are two broad categories of lymphocytes, namely the large granular lymphocytes, the natural killer cells, and the small lymphocytes T and B lymphocytes. The NK cells, the T cells, and B cells. نيجي لأساس المحاضرة بعد الانترودكشن الصغيرة دي. What is lymphoma؟ إيه نعرف كلمة lymphoma؟ It is disorders caused by malignant proliferations of lymphocytes. في abnormal أو
out of control proliferation of lymphocytes. Lymphocytes they accumulate in the lymph nodes causing lymphadenopathy or enlargement of the lymph node, but may also found in the peripheral blood or infiltrate organs. Because there is lymph tissue throughout the body, the cancer cells may spread to other organs or into the bone marrow. The classification between the broad classification and the two types, Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphomas. هنبدأ بالهودجكين. وده سبب تسميتها هودجكنز لينفوما نسبة إلى أول طبيب عرف الهودجكنز كان اسمه مستر توماس هودجكن وده اتسمت باسمه. بعد كده ظهرت كان ليها سبيسيفيك كريتيريا حددتها ظهرت بعض الأذر فيتشرز لحالات تاني سميت كلها نون هودجكنز لينفوما. بنبدأ بالهودجكنز اللي ليها سبيشال كاركترز نتعرف عليها كلنا. هي مينلي بتبقى بي سيل مالجنت ديس اوردرز افكت ريتيكولن سيل ليمفاتيك سيستم اتس بوتنشال كيورابل مالجنسي وده يعني نقطة في صالح الليمفومز عموما ان هي من في معظمها هيش اجريسيف مالجنسي ومعظمها ريسبوندنج للتريتمنت ممكن يوصل لكيور ريت عالي شايفين هاي كيور ريت ممكن يوصل ل 85% وده كويسة جدا ومطمئنة جدا في مالجنسي انه يبقى هوصل لكيور ريت حوالي 85%. طبعا عشان اشخصها لازم الميكروسكوبك هو الهيستوباثولوجي بتاعها والكريتيريا بتاعته وبعد كده في الاكسبريشن بتاع السيل سيرفس ماركرز هي مسميها الاميونوفينوتايب سواء الاميونوفينوتايب او الاميونوهيستوكيمستري في ماركرز بنسميها السي ديز او الكلاستر اوف ديفرنشيشن هي اللي بتحدد لي بالظبط نوع المالجنس في الاول و السب تايبس بتاعته ايه. من اهم الكريتيريا اللي بتعرفنا او بتبقى تيبيكال موجوده في حالات الهودجكنز لينفوما ان هي الايج برزنتيشن بتاعها بيسمى الباي مودل ايج برزنتيشن بيجي في فترة في التينز اند توينتيز سن 18 20 25 بقت 30 سنة ده بيبقى في بيك بعد كده بيقل البرزنتيشن شوية ويظهر تاني فوق ال 50 55 سنة عشان كده بنسميه الباي مودل ايج برزنتيشن ده سبيسيفيك لحالات الهودجكنز لينفوما يمكن الكيرف ده بيبين ان هو في تو بيكس في بيك بيبتدي من عند كده ال 14 سنة وبيعلى لغاية فوق ال 30 بيبتدي يقل وبيبتدي يعلى تاني عند ال 55 سنة لغاية السبعينات او ما شابه كده بيبقى الباي مودال ايج برزنتيشن سبيسيفيك للهودجكنز مش هتلاقي الكلام ده موجود في النون هودجكنز المهمة الهيستوباثولوجي طبعا كلكم عارفين ان كاركترستيك لحالات الهودجكنز لينفوما وجود الريد ستيرنبرج سيل الباينوكليتد ايمج طبعا الزملاء في الباثولوجي بيوفوا الموضوع ده شرحا تفصيليا لكن احنا بنذكره هنا لانه واحد من الدياجنوستيك كرايتيريا بتاعت الايه الهودجكنز لينفوما.
الاتيولوجي زي اي كانسر، فاحنا عندنا انه في بعض الانفيرمنتال انسلس بتكون مسؤولة، بعض الجينيتك فاكتورز، الاميونولوجيكال فاكتورز، دي كلها ممكن تكون ريسبونسبل عن ظهور المالجنسي ده. طبعا وجود الكلاسترز فاميليز زي الافكتد سيبلينج سجست اجينيتك بريديسبوزيشن. الابشتاين بار فيروس من الحاجات المهمة جدا كاتيولوجي في الليمفومز عموما، هوجنز ليمفوما حوالي 50% من حالات الهوجنز ليمفوما بنلاقي ان فيها الابشتاين بار فيروس بوزيتيف. بعض الايمونولوجيكال ديس اوردرز زي سيستميك لوبس ريزماتوزيس. البوست ترانسبلانتيشن سواء بوست ستيم سيل ترانسبلانتيشن او بوست اورجان ترانسبلانتيشن ممكن في بعض الحالات يظهر فيها هوجكنز لينفوما. other clinical manifestations غير ال age presentation بتاع ال high model age presentation. الجملة دي مهمة، انه في persistent painless asymmetrical fern discus and rubbery lymphadenopathy سواء كان cervical او axillary او inguinal subclavicular intraocular and popliteal persistent طالما ظهرت مستمرة معانا، طالما مفيش اكتف تريتمنت تبقى بينلس يعني البين فور غالبا بتبقى انفلاماتري، اسيمتريكال يعني ظهورها مش بيبقى كلهم في نفس التوقيت، تظهر واحدة الأول في بعض حجم أكبر من اللي بيظهر بعدها، فيرم ممكن تكون رابري، وغالبا مش بيبقوا ماتت توجيزر بيبقوا ديسكريت. دي الكلينيكال كريتيريا لما افحص البيشنت جاي بليمفادينوباثي، لو بتوفي الكريتيريا دي يبقى موست بروبلي دي هتبقى هوجكن لينفوما. إضافة إلى الليمفادينوباثي يبقى في حوالي 50% من البيشنتس عندهم سبلينوميجالي وكمان هيباتوميجالي. الحالات اللي بيبقى فيها ديب لينف نود لارج زي الميدياستاينال لينفادينوباثي ممكن تديني بريشر مانيفستيشنز، البرزنتيشن حوالي 8% من الحالات تندوس شورت سبريس كوف. الكوف بيبقى نون بروداكتيف دراي اريتيتيف كوف. ممكن يبقى فيه ديسفيجيا، ممكن يبقى فيه تشيست بين، ممكن تؤدي الى فيوجن. لو اخدت سايز كبير ممكن تديني ستيشنز اوف ميدياستاين سيندروم دي تو سوبير فينتريكيفال اوبستراكشن. سبيسيفيكالي لحالات الهوجكنز الليمفوما، الانترميتنت فيفر بيسموها البيل ابشتاين فيفر. البيل ابشتاين فيفر اوبزيرف في حوالي 30% من الحالات، بتبقى عبارة عن هاي فيفر فور 1 تو 2 ويكس فولود باي سيميلر كونديشن او سيميلر بيريد اوف افبريل كونديشن عند الكيراجين. دي كاركترستيك لحالات الهوجكنز الليمفوما. الحاجة التانية الالكول انديوسد بين ات سايت اوف نودال ديزيز سبيسيفيك فور هوجكنز ديزيز اوكيرز في اقل من 10% من الحالات دي تو بيري ادينايتس. الباك بين او البون بين بيبقى غير
ال P symptoms أو ال constitutional symptoms في 3 symptoms بيتواجدوا معانا في ال Hodgkin's وفي ال non Hodgkin's lymphoma. ال unexplained fever temperature فوق 38 درجة لمدة 3 أيام متتاليين. unexplained weight loss more than equal or more than 10% in the original body weight of the patient in the last 6 months. وال trenching أو ال profuse night sweats دول بنسميهم بالسيمبتومز. في other symptoms تانية ممكن يبقى فيه pruritus أو itching, ممكن يبقى فيه urticaria, وبيبقى فيه general fatigue. الكلاسيفيكيشن وده هيستوباثولوجيكال كلاسيفيكيشن, احنا جاست هننيويت الكلاسيفيكيشن لكن تفاصيله بيبقى في الباثولوجي. الريل كلاسيفيكيشن في الكلاسيك نودولار سكلوزنج هوجكن لينفوما, والكلاسيك ميكسد سيلولاريتي هوجكن لينفوما, والكلاسيك لينفوسايت ريتش هوجكن لينفوما, والكلاسيك لينفوسايت ديبليت هوجكن لينفوما. في نوع خامس نسميه ال NLB اللي هو نودولار لينفوسايت بريدوننت هوجكن لينفوما, نودولار لينفوسايت بريدوننت هوجكن لينفوما. طبعا الهيستوباثولوجي الباترن بتاعه ده بيهمنا في الباثولوجي مش في الكلينيك. الايمينوفينوتايمنج مهم جدا ان انا اعرفه, لان هو دلوقتي محدش بيقدر يشخص اي مالجنسي بالهيستوباثولوجي بس, لكن لازم الايمينوفينوتايمنج. الكلاسيك سب تايبس اربعه الاولانيين في هوجكنز لينفوما ار بوزيتيف فور سي دي, واحنا قلنا السي دي ده اللي هو اختصار كلاستر ديفرنشيشن, سي دي 15 30, وممكن يكون معاه سي دي 20 بوزيتيف 15 30 و20 20 مشتركه معانا في النودول لينفوسايت بريدوننت اللي هو ان ال بي هوجكن لينفوما. ده بيبقى نيجاتيف 15 و30 لكن بوزيتيف 20 و45, ده بتاكد بال 45. نحفظ الارقام الصغيره دي, ان الفور تايبس يبقى بوزيتيف سي دي 15 و30 20, ان ال بي نيجاتيف 15 و30 لكن بوزيتيف 20 45. الستيجنج بتاع الهوجكنز لينفوما هو نفس الستيجنج بتاع النون هوجكنز لينفوما, فلو هنقوله في الجزئيه دي من المحاضره لما هنوصل للنون هوجكنز لينفوما هنقول ان هو نفس اللي قلناه في الهوجكنز. هو انا عندي فيه 4 ستيجز, ستيج 1 2 ستيج 4, وكل ستيج منهم ممكن تكون A or B according to absence or presence of B symptoms. ستيج 1 تبقى confined to single lymph node lesion. ستيج 2 يبقى involvement of two or more nodal areas on the same side of the diaphragm above or below the diaphragm. ستيج 3 involvement of nodes on both sides of the diaphragm. أما ستيج 4 فهي بيبقى spread beyond lymph nodes. ممكن يبقى فيه liver infiltration, في bone marrow infiltration. وزي ما قلنا ان كل ستيج منهم بتبقى A or B according to absence or presence of B symptoms. ده الدياجرام ده بيبسط الامور, ان ستيج 1 بتبقى single lymph node group, ستيج 2 more than lymph node group لكن on the same on the one side of the frame either above or below, ستيج 3 lymph nodes above and below diaphragm, stage 4 يضاف عليها انه في extranodal infiltration سواء
في الليفر او في البولمارو او في السي ان اس according للسايت اوف انفلتريشن. قلنا ان كل ستيج بتبقى A or B according to absence or presence of B symptoms. نفس الكلام ده هنطبقه زي ما هو كده في النان هوجكنز ليمفوما. طيب المعمل بيقول لي ايه الهيماتولوجيكال والبايوكيميكال فايندنجز عشان اكمل التشخيص بتاعي كانفستيجيشنز. الليمف نود بايوبسي ده مهم جدا وهو اللي بعرف منه التايب واللي بعمل عليه الامينو هيستوكيمستري، او لو في البريفر بلاد بعمل عن طريق الفلو سيتومتري بعمل امينو فينوتايب. الانيميا في ثلاث انواع من الانيميا بيبقوا موجودين في الهوجكنز لينفوما ومفهمش الايرون ديفيشنسي انيميا اللي هي اشهر نوع. نسأل ايه نوع الانيميا اللي موجود مع الليمفوما، ما نقولش ايرون ديفيشنسي لان البيشنت ده ما عندوش كرونيك ايرون بلس الا اذا كان اسوشيشن لايرون ديفيشنسي مع الديزيز من الاول، لكن مش بسبب الهوجكنز ليمفوما. اول حاجه الانيميا اوف كرونيك ديزيز او كرونيك انس نورموسيتك نورموكرونيك انيميا ممكن تبقى ابلاستيك او هايبوبلاستيك انيميا دي تو بون مارو انفلتريشن لو في ستيج 4. الحاجه الثالثه اللي هو الاوتو اميون هيموليتيك انيميا، دي دايما بتبقى مع كل الليمفو بروليفراتيفز او بروليفراتيف ديس اوردرز. مع الليمفو بروليفراتيف ديس اوردرز بيبقى في اوتو اميون هيموليتيك انيميا. طبعا في ليكوسايتوزيس ومن ضمنها بيبقى في ليمفوسايتوزيس، في زينوفيليا، في مونوسايتوزيس، في بعض الحالات بنلاقي في ليمفوبينيا على عكس ما هو متوقع وده بيبقى في الادفانسد كيس. لكن كومن اني بلاقي ان في ليكوسايتوزيس ومن داخلها في ليمفوسايتوزيس. وجود الليمفوبينيا بيقول لي ان الحاله دي ادفانسد او متاخره. الثرومبوسيتوبيا ده بيحصل دايما في ستيج 4 لما بيبقى في بون مارو انفلتريشن فبيبقى اسوشيتد بالثرومبوسيتوبيا. الاوتو ايمون هيموليتيك انيميا كومز بوزيتيف اللي قلنا عليها كنوع ثالث للايه الانيميا مع الهوجكنز ليمفوما. طبعا الاي اس ار في على زي اي مالجنسي وكذلك سير اكتف بروتين. ال ان دي اتش مهم جدا من الحاجات الدياجنوستيك كريتيريا بتاعه الهوجكن. والالكالين فوسفاتيز اللي برضك اللي بتبقى عاليه في هوجكنز ليمفوما. الايميجنج يبقى في البلين تشيست اكس راي نشوف هل في ميديستاينال ماس ولا لا. الالتراسونوجرافي ابدومين نشوف هل في سبليوميجالي، في هباتوميجالي انفلتريتد ليفر او نوت، في سيلياك اور بارا اورتيك او ميزنتريك انترنال ايلياك جروبس من الليمف نودز بتبقى بالبابل لكن بند السونار. السي تي تشيست او الام ار اي للنك التشيست الابدومين البلفز لما بيبقى بلاقي حاجه بالسونار او البرين اكس راي بعمل لها مور كونفرميشن بين السي تي والام ار اي. التريتمنت بتاعنا بيبقى ازاي في حاله الهوجكنز بعد ما شخصناها وعملنا الستيجنج بتاعها. راديو ثيرابي وده يعني زمان
كان هو الموداليتي الوحيدة أو الأساسية في التعامل مع الهوجكنز ليمفوما، لكن لقيوا إنه ليها سايد افكتس كتيرة بتفوق البنفيت بتاعتها، فابتدى يبقى التعامل مع الراديوثيرابي لوكاليزد شوية، فبيبقى ريسك ادابتد اور ريسبونس بيزد لو دوز انفولفد اور اكستندد فيلد راديشن، وممكن ما يبقاش هو المين ايتم بتاع المانجمنت، لكن ده بيبقى ادجفنت للكيموثيرابي بعض الحالات اللي بيبقى فيها بالك شوية، ان انا بعمل لوكاليزد الراديشن على مكان الديزيز بالك اللي موجود إضافة للكيموثيرابي ريجيمين اللي بيقدمه. طيب أنواع الكيموثيرابي بتاخد حاليا ماشيين في الـ ABVD. الـ ABVD الأدريمايسين، نيومايسين، بيمبلاستين، عند داكربازين، بتأتي سايكل كل 28 يوم 6 اور مور سايكلز، بعمل فول اب بعد 4 سايكلز اشوف الريسبونس اخبار ايه، وبعد كده ممكن ازود ل 6 او 8 سايكلز. الدوزز مش مطلوب ان احنا نحفظها كاندر جراديويت، انا يكفي اني اعرف ان في حاجه اسمها الاي بي بي دي ومكوناتها ادرمايسين، بريمايسين، بيمبلاستين، اند داكربازين. لو في البيشنت كان ريفراكتوري للتريتمنت ما استجابش او استجاب فتره وبعد كده حصل ريلابس، مش هينفع اديله اي بي في دي تاني، يعني كده هيتعرض للتوكسيستي، هو ما دخلش في الكوميشن او السي ار، ده بيبقى ريفراكتوري او ريلابسد. ده كده ببتدي ادي هاي دوز كيمو سيرابي حاجه زي البيم، البيم بس نيو اتوبوسايد والسايترابين او الار اس سي والملفلان، لكن ده بيبقى مايلو ابليتيف سيرابي بيأثر على البون مارو، فلازم يكون عندي عشان ادي الريجيمن ده يكون عندي فاسيلتيز للايه البون مارو ترانسبلانتيشن، هو الاوتوليجاس في الحالة دي بتاع الاوتوليجاس هيماتوباتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. لما بدي المايلو ابليتيف ثيرابي قبلها بعمل الهيماتوسايت الهيماتوباتيك ستيم سيل سيلز، بعمل هارفستنج او كوليكشن، ان انا بعمل لها موبيلايزيشن اول بجروس فاكتورز بتحقن سبكوتينيسي زي الجرانوسايت كونستمنيتنج فاكتور او جرانوسايت ماكروفاج كونستمنيتنج فاكتور، بتاعتي سبكوتينيس للبيشنت، بتعمل موبيلايزيشن للهيماتوبويتك ستيم سيلز من البون مارو في البريفرال بلاد كده بجهاز السيل فريسز او الكافريسز، بنعمل التجميع للخلايا دي وبعد كده بنعمل لها ستورج اندر ليكويد نيتروجين في درجة برودة شديدة ناقص 198 درجة مئوية، بنعمل جراديوال فريزنج بحيث السيلز تبقى فايبل ما يحصلهاش ديس او ديستراكشن، بتحفظ في داخل الليكويد نيتروجين. بعد كده ببتدي ادي الهاي دوز كيموثيرابي او المايلو ابليتيف ثيرابي، بيعمل ابليشن للبون مارو تماما، وبعدين ببتدي اعمل ري انفيوجن للستورد هيماتويت ستيم سيلز، بتاخد وبتبتدي تتفك من البروده بتاعتها ولغايه ما ترجع للفلويد تاني، وبتتحان انترافينوس
عن طريق سنترال كاستر، بتوصل للسيركوليشن. السيلز دي فيها كريتيريا اسمها الهومنج كاركتر، ان هي بتعرف ترجع تعيش تاني في البون مارو، وفيها كاركتر اخرى اسمها سيلف رينيوال، ان هي بتبتدي تجدد من نفسها، وبكده البيشنت بيبتدي يتزرع بعد ما عملت له انفيوجن ده حوالي من 20 ل 25 يوم، بيبتدي يبقى انجرافتد، وبكده يبقى احنا خلصنا من الديزيز بمايلو ابريتيف اجريسيف كيموثيرابيتيك ريجيمين. لكن رجعنا البيشنت تاني يبقى عنده البون مارو اكتف تاني بالاوتولوجاس ستيم سيل ترانسبلانتيشن. الكومبليكيشن بتاع التريتمنت في كيموثيرابي مثل ما احنا عارفين الانفيرتيليتي والسكند مانيك البروجنوزس الاوفر اول 10 سرفايفل جود حوالي 80%، اللونج تيرم سرفايفلز لان في بعض ريسك ممكن يظهر معاهم دي تو تريتمنت. السكند مالجنسيز از لوكيميز وهوجكن ليمفومز او سوليد تيومرز لانج اند بريست كانسرز، ممكن في انفكشنز كاردك اند بلمونري اند كرينال ابنورمالتيز. الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو النون هوجكنز ليمفوما. هتختلف في البرزنتيشن او الايج برزنتيشن بتاعها عن الهوجكنز ليمفوما، ان هي كان افكت اول او كان افكت اول ايج جروبس ويز تندنسي تورز الدر. مفيش الباي مودال برزنتيشن اللي موجود في الهوجكنز، لكن بتبتدي من فيري يونج ايج، ممكن من 1 يير بتزيد معانا لغايه الاولد ايج. كل ما يبقى فيه ادفانسمنت للايج، كل ما نسبه البرزنتيشن بتاع النون هوجكنز مفهومه بيبقى اكتر. التيولوجي مقارب للتيولوجي بتاع الهوجكنز، لكن هنلاقي الرول اوف فايرال انفكشن بيبقى اعلى وبيظهر اكتر في النون هوجكنز المفهومه. هنلاقي الفيروسز مش بس الابشتاين بار فيروس، لكن في ال HTLV1 والهبتيتس سي فيروس وكابو الساركوما، انفيرومنتال فاكتورز، الاميون ديفيشنس ستيتس، وال H بايلوري. H بايلوري دي رول في نوع من النون هوجكن لينفوما بنسميها المالت لينفوما اللي هي ميكوزا استشويت لينفويد تيشو لينفوما. الكلينيكال برزنتيشن بيبقى مقارب للبرزنتيشن بتاع الهوجكنز الليمفوما، لكن هنلاحظ ان الاكسترا لودد برزنتيشن بيبقى واضح جدا في حاله النون هوجكنز الليمفوما عن الهوجكنز الليمفوما. بيبقى فيه سوبرفيشال ليمفادينوباسي حوالي 75% من البرزنتيشنز، لكن الاكسترا نودد واضح جدا حوالي 50% من البيشنتس بيبقى فيهم اكسترا نودد، يعني ممكن بتلاقي ان هو فيه المالت زي ما قلنا في الجت جاستريك مالت لينفوما اللي هي ميكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو لينفوما، في النون مالت جاستريك لينفوما، وفي السمول فاول لينفوما. دي اكزامبلز للاكسترا نودل. ممكن يبقى في سكن لينفوما في الاورو فارينكس اللي هو الدايرز بانك، في الاذر سايدز زي البون واللنج والسنترال نيرفس سيستم. البي سيمتومز نفسها بنفس البرزنتيشن بنفس النسب موجوده في زي ما هي في الهوجكنز موجوده في النون هوجكنز لينفوما. البون مارو انفلتريشن بيبقى كومن في النون هوجكنز لينفوما عن الهوجكنز، وبينتج عنه الانيميا والانفكشن، وممكن يبقى فيه بليدنج تندنسي.
بنقول الجريدنج في نون هوجكنز الليمفوما في 3 جريد، جريد 1 جريد 2 اند جريد 3. جريد 1 تبقى لو جريد اور اندولنت ليمفوما، وده الماجوريتي اوف نون هوجكنز ليمفوما بيشنتس كونسيدر اندولنت او سلولي جروينج، they are generally considered incurable with chemo radiotherapy. هي منتشرة كتيرة، لكن هو عشان نوصل للكيور ريت فيها بيبقى صعب، مش بتستجيب كويس، لكن ما هياش هارمفول بالنسبة للبيشنت، لأن هي very slowly growing، كمان مش slowly growing بس ده very slowly growing. الانترميديت جريد لنفوما، الانترميديت في كل حاجة، في البروس بتاعها وفي الريسبونس. These lymphomas have a rapid growth pattern than indolent. This is the second most common form of non-Hodgkin's lymphoma and are curable with chemotherapy. Aggressive or high-grade lymphoma, very, very rapidly, growth بتاعها very rapidly. They account for a small proportion of non-Hodgkin's lymphoma can be treated with chemotherapy. Unless treated rapidly, these lymphomas can be life-threatening. The classification of non-Hodgkin's lymphoma هو أوسع شوية من the classification بتاع Hodgkin's. أنا عندي في B-cell lymphomas أو non-Hodgkin's lymphomas والT-cell والnatural killer natural killer cells والNK6. الميونوفينوتايبنج او الفلوسينوسايتومتري هنلاقي ان هو السي دي 20 لا زالت مشتركه ما بين الهوجكنز والمان هوجكنز. بتبقى البي سيل لينفومز بوزيتيف سي دي 19 سي دي 20، اما التي سيل فهي بوزيتيف سي دي 3 4 اند 8. أمثلة الـ B-cell neoplasms أمثلة كتيرة، as a diffuse large B-cell lymphoma, follicular lymphoma, chronic lymphocytic leukemia رغم مسماها leukemia لكن هي في التصنيف بتاعها نوع من الـ B-cell non-Hodgkin's lymphoma. الـ CLL في الـ SLL اللي هي small lymphocytic lymphoma. المنتل سيل لمفوما، الاكسترا نودال مارجن زون بي سيل لمفوما، ميكوزا اسوشيتد لمفويد تيشو لمفوما اللي هي قلنا عليها المالت لمفوما. في انذر اكزامبلز اوف بي سيل لمفوما نودولار او نودال مارجن زون بي سيل لمفوما، سبلينك مارجن زون بي سيل لمفوما، برايمري ميديستاينال بي سيل لمفوما، بيركتس لمفوما، ودي بتبقى في منطقة شمال وسط افريقيا في الناس النيكروز، وبتيجي دايما بمانديبولار سويلينج وابدومينال سويلينج. الليمفو بلازموسيتيك لمفوما اللي هي الفالدنوستروم ماكروبلوبيميا، الهيري سيل لوكيميا، برايمري سنتر نيرفس سيستم لمفومز. دول احنا بس بنعرف مسمياتهم كده من باب العلم بالشيء، لكن ما عندناش. التقسيم الثاني او النوع الثاني اللي هو التي سيل ان كي سيل نيوبلازمز، في عندنا البريكرسر تي لمفوبلاستيك لمفوما ليكيميا، بريفرال تي سيل لمفومز، كوتينيوس تي سيل لمفومز، وعندنا تو اكزامبلز مهمين بنعرفهم مايكوزس فانجويدز والسيزاري سندروم، الانجي امينو بلاستيك تي سيل لمفوما، الاكسترا نودال ناتشرال كيلر تي سيل لمفوما نيزال تايب، الانتيروباسي تايب تي سيل لمفوما، سبكوتينيوس بانيكيولايتس لايك تي سيل لمفوما، والانابلاستيك لارج تي سيل نل سيل لمفوما. الميكوز فانجويز
لأن هو باتشي ديستريبيوشن على السكن، يعني البيشنت ده دايما بيروح للدرماتولوجي وبيتشخص بالسكن بيوبسي. اما سيزر سندروم فهو بيبقى ديفيوز بابيلونودولار هايبريميك ليجنز، وده كل السكن. الستيجنج اوف نون هودجكنز لنفوما زي ما قلنا في اول محاضرة، نفس الستيجنج بتاع الهودجكنز هو الستيجنج بتاع نون هودجكنز لنفوما، لا يختلفوا في اي شيء. اللاب الهيماتولوجيكال او البايوكيميكال تقريبا نفس الكلام. الانيميا هم الثلاث انواع من الانيميا هم موجودين، الهايبوبلاستيك انيميا والابلاستيك بون مارو انفلتريشن، الاوتو من هيماتوليتيك انيميا، والانيميا اوف كرونيك ديزيز. بيبقى فيه ثرومبوسايتوبينيا وليكوبينيا، ليمفوسايتوزز والسيركيوليتنج مالجنت سيلز نورمال مونونيكولار سيلز. الاند اتش بيبقى زياده، الليفر فانكشن تيست دو تو اكسترا نودال انفلتريشن اوف ذا ليفر، الهايبر كالسيميا، البيتا 2 ماكروجلوبين ماي بي اليفيتد، اوكيجن نون هوجكن فومز اسوشيتد ويز مونوكلونال جاموباسي وست كومبس تيست اند هايبوجاما جلوبينيميا. ال HV و ال HTLV1 serology should be obtained من دول من ال etiology. ال imaging نفس القصة بتاعت ال Hodgkin's مش هنعمل عنها كتير. chest x-ray ultrasonography كنا بنعمل CT وال MRI لو احنا احتجناهم. other tests الامينوفينوتايمينج نيمف نود هيستو كيمستري على السلايد، او نعمل على البولمر او البريفر بلاد امينوفينوتايمينج الفلوسايتومتري، سايتوجينيتيك ستاتس، البيوبسي بريفرنس ادينوباسي جدا، بون مارو اسبريت اند بايوبسي، بايوبسي في اكسنودال سايتس، واللمبر فانكشن السي اس اف اكزامينشن ان هو بيبقى فيه زي ما قلنا اكسنودال انفلتريشن، نشوف هل في سي ان اس افكشن ولا لا. بعض الاحيان بنحتاج ندي بروفلاكسز ميسوتريكسيت انتراسيكال اجينست السي ان اس انفلتريشن. تريتمنت الاندولنت هوجكنز لنفوما ستيج 1 اند ستيج 2 انفولفد فيلد راديشن ثيرابي ماي بي ذا تريتمنت اوف تشويس، ممكن تبقى الامور لوكاليزد هستخدم الايه الانفولفد فيلد راديشن ومش هستخدم كيمو ثيرابي. ستيج 3 اند ستيج 4 ابتدي استخدم سنجل ايجنت كيموثيرابي از الفلودرابين او السايكلوفوسفامايد، او ممكن ابتدي كومباينيشن زي السي في بي لو سايكلوفوسفامايد بنكريستين اند برينيزون، وممكن استخدم كومباينيشن تاني رباعي زي الشوب عبارة عن سايكلوسمايد الهيدروكسيدايد داون مايسين والانكوفين والبريدنيزون، وده اللي هيستمر معايا في باقي التايبس بتاعت النون هوجكنز لنفوما. طبعا في بعض الاحيان ممكن احتاج انتنسف كيموثيرابي with total body irradiation. في الحالة دي لازم يبقى عندي facilities ان انا اعمل autologous or allogenic peripheral blood stem cell transplantation. الريجيمز دي بتبقى
مايلو ابليتف. الاجريسيف بنستخدم شوب بلس انفولفد فيلد راديشن ثيرابي. شوب اند انفولفد فيلد راديشن ثيرابي. طب الانترميديت بنستخدم الشوب بس. ممكن نضيف على الشوب الريتوكسيماب، ده نوع من المونوكلون انتي بوديز، drugs that recognize target and stick to the specific proteins on the surface of cancer cells، كده بيسموه ده التارجت سيروم، and can stimulate the body's immune system to destroy these cells. اهم مثال عندنا اللي هو الريتوكسيماب، اسم التجاري بتاعه مابتير. Monoclonal antibody is commonly used to treat follicular lymphoma, usually given with chemotherapy as RCT or R-CHOP. Maintenance therapy, some people who have no signs of lymphoma at the end of their treatment, the regimen that is down, this is known as remission, CR, remission, may be given additional treatment to help keep the lymphoma away. Some treatment with rituximab every 3 months for up to 2 years. بياخدوا rituximab بس كل 3 شهور لمدة سنتين. CNS prophylaxis اللي قلنا عليه يعني 4 to 6 injections of methotrexate intrathecally. Recommended for patients with paranasal sinus lymphoma or testicular involvement, diffuse small uncleaved cell or Burkitt's lymphoma or lymphoblastic lymphoma. CNS prophylaxis for bone marrow involvement is controversial. This is the bone marrow infection. لكن السينسز والتستيكولار والبركتس بيبقى ضروري نعمل معاهم CNS prophylaxis. البروجنوز لو جريد، ميديان سرفايفل 10 years، فيري سلولي بروجريسيف، لكن هاي جريد، كريزنج ايج وادفانسد ستيج والكونكومتنت ديزيز، ريزد ال دي اتش، تي سيل فينوتايب، دول كاريز بور بروجنوز. طيب الجزء الاخير في المحاضرة اللي هو differential diagnosis of lymphadenopathy سواء generalized or localized lymphadenopathy. Section في lymph node. Lymphadenopathy can be associated with a wide range of disorders from relatively benign medical problems such as streptococcal pharyngitis to life-threatening malignancies. The discovery of a large node presents an important physical finding that demands a systematic evaluation. Then تيجي الأم تشتكي إن ابنها في بعض الليمف نودز محسوسة في السيرفايكال ريجون، أو الشخص نفسه يقول إن أنا حاسس ليمف نودز موجودة في السيرفايكال، أو إن هو سوت ميديكال أدفايس وقال إنه في سيرفايكال في أكسلري في الجوينة. فبتدي specific أو medical advice ويجي يقول أنا عندي في كلكية ظهرت عندي وبيض، يعني خايف منها إنها تكون malignancy. طيب هو إحنا clinically كده هل نقدر نقول دي يعني حاجة بسيطة ولا محتاجة مننا إن إحنا نديها أهمية؟ Attention should be directed to the size, shape, or consistency of a large nodes. Size, shape, consistency. Large lymph nodes that have an irregular shape and rubbery to hard consistency may be infiltrated by malignant cells. Carries malignant criteria
لان الشيب بتاعها بيبقى distorted regular shape وال consistency من rubbery الى hard، مش بيبقى soft، عكس بيبقى اكتر من rubbery ممكن يبقى hard. لما يبقى في tenderness ده دايما بيبقى مع ال inflammation. Tender nodes are suggestive of an inflammatory process. الماتد نودز او اللي هي الفيكسد تو ذا اندرلاينج ستراكشرز شود ريز ذا كونسيرن فور مالجنسي اور انفكشن وذ فايبرز. الفريني موفبل نودز ار مور لايكلي تو اوكير ان بناين كونديشنز. الديفينيشن بتاع جنرالايز الليمفادينوباسي امتى؟ لما اشوف البيشنت ده اقول ان عنده جنرالايز الليمفادينوباسي لما يبقى فيه enlargement of more than two non contiguous مش جراد مش اناتوميكلي ريليتد لينف نود جروبس، يبقى فيه اكتر من اتنين non contiguous لينف نود جروبس كده بقول ان دي جنرالايز الليمفادينوباسي. يعني واحد عنده سيرفايكل وعنده اكزيلاري دول نون كونتيجوس، لان كونتيجوس للسيرفايكل الميديا ستاين سيرفايكل اكزيلاري وانكواين كده اكتر من تو ونون كونتيجوس جروبس. البوسيبل كوزز في كوزز كتيره جدا، منها بناين ومنها مالجنان تعمل لي الجرلينز الليمفادينوباسي. نمبر 1 انفكشنز. الانفكشنز عديدة منها الفيرال، ودي كاتيجوريز او سامبلز، يعني سامبلز من الفيرالز اللي هي كان ممكن تعمل لي لينفادينوباسي. السيم في والاتش اي في والروبيلا والسلة والميزلز. البكتيريا سيبسيميا تايفويد في تي بي طبعا سيفلس بليك بروتوزوا توكسوبلازموزس والفانجر كوكسيدو مايكوزيس. ده الانفكشن. حاجه تانيه اوتو ايمون ديس اوردرز هايبر سنسيتيف ستيت زي سيستميك لوبس روماتويد ارثرايتس جيبين روماتويد سيستميك لوبس و دراج رياكشنز زي الفينتوين والالبينول والاي ان اتش السيرام سيكتس دول اوتو ايمون. الستورج ديزيز النيمان بيك والبوشير ديزيز. النيوبلاستيك اند بروفيتيف ديس اوردرز طبعا لنفومز هودجكنز نان هودجكنز لنفومز بعض اللوكيميات الاكيوت لوكيميا خاصة الاكيوت لنفوبلاستيك لوكيميا اكتر من اكيوت ميلوبلاستيك لنفومز هودجكنز نان هودجكنز نيوروبلاستوما هيستوسايتوزيس طبعا السي ال ال من ضمن النون هودجكنز لنفوما. اما الريجونال او الليكولايزد لنفادينوباسي فبنلاقي اول حاجه السرفايكال لنفادينوباسي القز بتاعتها كتيره جدا زيها زي الجنرالايزد هي موجودة بس في منطقة السيرفايك. الفيرال ابر ريسبيرتوري
انفكشن انفكشن اسمه نيوكليوزس فيروس الروبيلا الستريبتوكوك الفرنجايتس الكات سكراتش ديزيز الناس اللي هي بتتعامل مع الكات وبيحصل سكراتش للسكين بتاعهم للنيلز بتاعت الكات فتعمل انفكشن بعد البروتوزوا هي اللي بتعمل لي اللارجمنت اوف لينف نودز عشان كده بيسموه كات سكراتش ديزيز الاكيوت بكتيريال لينفادينايتس التوكسوكوبوزيس التيبركولوزيس التيبيكال مايكوبكتيريال انفكشن المالجنسز اكيوت لوكيميا خاصة الاكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا الليمفوما هوجكنز ومان هوجكنز النيوروبلاستوما طبعا دي بتبقى ستيج وان ان هي سيرفايكال ريجون اونلي بالنسبة للليمفوماز الرابنو مايوساركوما كواساكي ديزيز اورال اند دنتال انفكشنز اكيوت لينفادينايتس وده دي بوسيبل كوزز للوكالايزد سيرفايكال لينفادينوبلاستيك الاوكسيبيتال طبعا يبقى هي ريليتد للسكالب اكتر زي البريكيلوز كابيتس والتينيا كابيتس سكند تو لوكال سكين انفكشن والروبيلا البري اوريكولر ريليتد للاريا بار لوكال سكين انفكشن وكرونيك اوف سان انفكشن والكات سكراتش ديزيز ميدياسباينال ال 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 الليمفوبلاستيك لوكيميا الليمفومز او هوجكنز او نون هوجكنز الساركيدوزيس حاجات مهمة السيستيك فايبروزيس او سبانك تيبركولوزيس الهيستوبلازموزس والكوكسيدو مايكوز سوبرا كلافيكولا الليمفومز تيبركولوزس هيستوبلازموزس اند كوكسيدو مايكوز اكزيلاري لوكال انفكشن زي الكات سكراتش ديزيز بروسيدوزس الاكشنز immunization lymphomas and juvenile rheumatoid arthritis abdominal acute dysenteric adenitis lymphomas inguinal local infection devil dermatitis insect bites syphilis with lymphogranuloma Diagnosis can be made after a careful history, physical examination, and appropriate testing, including hematological parameters, serological tests, skin tests, and routine X-ray. If a specific diagnosis cannot be established, but infection is suspected, cautious observations after appropriate culture have been obtained may be warranted. On the other hand, if the diagnosis cannot be established and a malignancy is a major concern, biopsy of lymph node is appropriate. Although the differential diagnosis of lymphadenopathy may be broad and sometimes initially confusing, the careful gathering of data from the history physical examination and appropriate laboratory tests will resolve the differential in the vast majority of patients. في مجموعة من MSQs عن المحاضرة بنحاول نحل السلايد قبل ما نشوف الحل في السلايد اللي بعدها. نشوف تشوفوه مع بعض كل واحد بعد ما يذاكر المحاضرة يبتدي يحل واحدة ويشوف إجابته ماشي مع الموديل انسر اللي هو جاي في السلايد اللي بعدها ولا وبعد ما تذاكر المحاضره احنا ممكن نلتقي مع بعض نشوف تساؤلاتكم واي حاجه غامضه في المحاضره نبسطها لكم ونحاول
اشرحها لكم ان شاء الله، ونلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.